السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه للخوت الحباب. اليوم راه كنتواجدوا في حد المنابه الاخوان اقليم مراكش بتاريخ 2024 شهر 6 الاخوان في 9 اللهم بارك تبارك الله. كما كتشوفوا السوق راه عامر تبارك الله، السلعه كاين المليح تبارك الله، كاين الزين كثر كاين الاخوان، التمر كما تعرفوا التمر باقي شاد الاخوان اللهم بارك تبارك الله. كالعاده الاخوان ما تنساوش تعاونوا معنا بلايك الفيديو ومشاركه مع الاخوان ديالكم، باش كومونتير يكون زوين. اي حاجه كدير الاخوان راه خير منكم. واحد النصيحه قبل نبداو الاخوان، اي واحد باغي يشري يجي للسوق، باش ما تزاد عليه المصاريف ولا شي حاجه، يجي للسوق يتوع على راسو ويقلب على راسو، يقلب مزيان على حساب العيب، يقلب مزيان كنقول لك الاخوان عاود يقلب مزيان على حساب العيب تبارك الله. تحياتي كيداير ان شاء الله باذن الله. كالعاده الاخوان نمشيو نشوفوا الاثمنه ديال السوق تبارك الله، راه كاين المليح كاين زي كما كتشوفوا. السوق تبارك الله راه عامر اللهم بارك على الاخر ديالو، السلعه تبارك الله داخله، ومشوا على بركه الله نشوفوا الاثمنه الاخوان اللهم بارك. كما كتشوفوا الاخوان السلعه تبارك الله راه داخل المليح داخل الزين، تمر راكين اللهم بارك. وانا كنحاول الاخوان نصور لكم مع الكساب تبارك الله، الله يبارك. كما كتشوفوا السلعه هذه بقاو معايا تعرفوا الثمن ديال الخير. صباح النور، كيداير لاباس عليك؟ هاني الله يحفظك. كيداير تلباس؟ الله يحفظك. شحال الخير الله يكبر بك. كسبتك ولا شاري؟ الله يرحم والديك. كسبتو الاخوان قال لك يلا بعتها ب 84 تبارك الله، 4000 و200 درهم الله يبارك تبارك الله. هذه مرقده منين الحاج؟ هذه بوشان. ها من بوشان منا تبارك الله، الله يبارك. السلعه مليحه الاخوان اللهم بارك تبارك الله. لا لا السلعه تبارك الله. سلم لي على ولدي خالد. ولدك خالد فينو؟ أكادير. أكادير تحية خويا خالد من أكادير، تحية ناس أكادير تاهما تبارك الله، الله يبارك. قول لي يا الحاج السوق كيداير اليوم؟ السوق أسيدي كل واحد كيتلاقى، كل واحد ومعمل كيتلاقى. أه السلعة موجودة تبارك الله، إن شاء الله كل شيء عيد بإذن الله. الخير موجود الحمد لله. الله تحاولي 80 90 مالو غالي؟ الحمد لله. كاين 70 كاين 50 كاين 45. واحد يدي عليك جهده. هذاك الشيء لك. هذاك الشيء تبارك الله، الله يبارك. سلعة مليحة، سلعة زينة تبارك الله. 84 أخوان هذه قال لك باش بعتها وهذا غير كسب، كسبتو قال لك بعتها ب 84. كتعرف الأخوان باغي عاوتاني تهز على مولاها. هذاك الشيء اللي كاين، قناعية كل شيء. ها؟ اي الله يكبر بك. الشناق هو بدا ما يقنع شويه، دير هو خبيش شويه وقنع. هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله، الله يسر. كيفاش قلتي لي؟ حنا نبيعوا ليه هو كيبيع للناس وغاديه. اه كيقرب تو هو راه بيعك وراه باقي صغير هذيك الساعه بيعك تو وغادي. راه دايره الصمت الشناق بين الشناق والكساب كتكون دايره الصمت. اه هي داك الشيء اللي كاين تبارك الله. يلاه الله يسر لكم، الله يجيب لكم التيسير. جات السلحه اللهم بارك وحس على الاخوان اللهم بارك. هذه غلام الدراوش الاخوان، غلام الدراوش دابا راه ولات فيها الثمن يا اخوان تبارك الله. كيداير ولد الحاج؟ لاباس عليك الله يكبر بك تبارك الله. شحال الخير الله يرحم والدي؟ هذو بعناهم 63. بعتيهم كسبتك ولا شاري؟ الله يكبر بك. كسبتك بعتيهم 63 اخوان. الخير هذا ب 63 تبارك الله، 3150 درهم باش تباعوا هذو، سلعه مليحه تبارك الله. قول لي يا ولد الحاج هادو واصلين العيد؟ لا فايت يعني فايتين. ها فايتين سبعه هادو؟ هادو الاخوان قال لك فايتين سبعه شهور يعني عيد تبارك الله، الله يبارك. اخليهم اخليهم اخويا تبارك الله. قال لك هادو فايتين سبع شهور تقريبا يكون عندهم، يعني راه واصلين عندهم سن القانون ديال الذبيح تبارك الله. والله يسر لك اخويا. كلشي عيد مسكين الحمد لله. راه ولا السومه صراحه السيد راه مسكين كاين اللي يبيع ثلاجه كل واحد كيفاش واقع عليه. والله يحسن العوان، حنا ماذا بينا لا الكساب لا الحرايفي، تعاونوا مع بعضياتهم على حساب العيال يتعاونوا شويه تو باش يعيد مسكين. ثم الله يحسن العوان، انتم راكم معلفين العام طول العام كل واحد وكيفاش قالب. والله يسر لك. كما بغا دير النمره على كاع شي سلعه بحال هذه فينال الله يسخر. يلا اخوان اللهم بارك، حتى السلعه مليحه الاخوان اللهم بارك تبارك الله. سلعه حمراء الاخوان اللهم بارك كاليتي اخوانا الخير تو تباع. اخوانا كنحاول نوصل لكم المعلومات اللي تكون هي صحيحه، كنوصل لكم السلعه اللي تباعت، السلعه اللي كتباع حيت كتعرف الثمن باش تباعت. اما السلعه اللي باقا ما تباعتش الاخوان كيكون باقا مولها طامع باقي بالزياده وكيكون قانع، كيكون كلام اخر، اما كتنقصوا الفلوس اما كتزادوا الفلوس. تبارك الله السلعه راه تباعت، انا عرفوا الثمن ديال الخير هذا اللهم بارك تبارك الله. ود الحاج كيداير؟ لاباس عليك، نهارك مبروك. قول لي هذه كسبتك ولا شاري؟ الله يرحم والديك. كسبتك
بعتي؟ شحال بعتي الله يكبر بك؟ شحال؟ 82 اخوان 4100 درهم باش تباع الخير هذا تبارك الله. كل سنه الحليب ولا اثنين؟ كامله سنه الحليب الاخوان الخير هذا تبارك الله. هذه مرقده منين؟ المرقد خنيفريه. اصلا خنيفريه. وفين كبرت؟ كبرت في الرحام. هنا الرحامنا تبارك الله. لا عرفت هذه اللي مرسومه الغلم الغليظه. اي الغلم الغليظه الاخوان. شحال فيها من راس؟ هذه سيدي فيها شي 27 راس. 27 راس اللهم بارك تبارك الله. قال لك باقي سنه الحليب الاخوان تباعت ب 82 باش باعها غير كسبت تبارك الله. الحاج قول لي على الثمن كي داير اليوم والسوق واش السلعه كتخرج ولا لا؟ الثمن يمكن الثمن والخروج باقي شويه. الثمن كاين والخروج باقي. جران باقي ناقص. باقي جران برا المكاني ما كاينش باقي. والعياد داخل ولا مازال؟ لا باقي. باقي تبارك الله الله يبارك. سلعه تبارك الله الاخوان 82 باش باعت وتبارك الله التقليه برا كاينه اللهم بارك. قال لك 105 قانون الفرادي 100. قال لك ما نقدرش نفرد بيبيع جمله. والله هو الدومين ديال الكسه كيبيع جمله ما كيبيعش فرادي. اما الحريفري يبيع لك يبيع لك الفرادي. الله يسر. امين. الله يسخر لكم. الله يجيب لكم التيسير. الله الاخوان واحد السلعه اللهم بارك. قال لك عطاه 84 في الخير هذا. تبارك الله. 85 غنم مقرنه واكله غير الماكله مخيره. اش كتكون واكله الحاج؟ النباتات الزينه الفصه والرويزه. الفصه والرويزه تبارك الله الله يبارك. قال لك 85 اللي عاطينه 4250 اللي عاطينه تبارك الله. وكتاكل النباتات الزينين. النباتات الزينين كتاكل. ايه تبارك الله. الله اللهم بارك. السلعه مليحه. تبارك الله. الفصه والرويزه. كضرب غير الفصه قال لك الرويزه. تبارك الله الله يبارك. هذاك الشيء لك. ما نحسدوكش. شوف. رشام ابن الحاج رشام لك الشارع. كيداير؟ لبس عليك الله يحفظك. شارع عدود الراجل الله يسهل عليه تبارك الله. وحسب غلمك. رشام الله يسهل. باقي الاخوان ما باعليش. شارع عدود الراجل الاخوان شحال عطاك الراجل عطيك؟ 85. عطاك هو 85؟ ايه هو اللي عطي هو اللي عطي الاخوان 85 تقريبا. 85 وعرف النباتات والخطبان واللحم العنقرة والشوا هو الرطب. هذاك الشيء كيف قلت لي؟ الشوا من العنقرة والخطبان الباردي. هذاك الشيء تبارك الله. الله يكشي لي خلي يرشم الله يسهل عليك. تقول لي مالك؟ سير على الله. مالك؟ مالك؟ صادقهم صادقهم مش عاطيهم خمسة تسال؟ صادقهم قول يا راجل. وقنعوا مع هذا الراجل. يلا سير مالك حيد. والله بغينا نبيعوا ليه. حيد خلي الله. هو يتساهل ولد على كلمة صادقناش. صادقهم قول لي. ما صادق شكون صادق؟ صادق فيهم. صدقهم قضي الغرض هو راه ما يكذبش عليك قال الحاج بيكذب. والغلم راه بحال ديالتهم هما. ايوا صح. هذاك ما نوحلوا معاه. قاو معايا الاخوان تنعرفوا بحال تبيعات الخير هذا هو ما مصدقهمش وعاطينه 85 ماشي هو اللي عاطيه لهم. حنا غنتاكدوا لاخوان شحال غتباع الغنم. وراه هو اللي ممكن احمد راه سالم. باقي كيتشاوروا. انا قلت لي صدقهم وباقي السيد باقي ما صدقهمش. تبارك الله. تبارك الله اخوان يعقوب تباعت الاخوان تباعت بربعة ونص. اخوان نوصل لكم معلومة صحيحة وتعاونوا معنا اخوان بالبارطاج. ما داش هذاك السيد هذاك من الكاسكيطة هذا من جلابية مخطة ديال الكارو هذا ما بقاش داه هذا هذاك من الكاسكيطة هو اللي داه داه بربعة ونص. الله يسهل عليه. الله يسهل تباعت الله يسهل خرج الغلم. اللهم بارك الناس اللي كتسول على الفرادي الخير هذا راه مبيوع شحال اخويا كيتو هذا؟ هذاك مخلصت 88 4400 4400 باش تخلص. الله يسهل عليك تبارك الله اللهم بارك. اش داير السن؟ اثنين الاخوان هذا تباع الله يسهل عليهم هنا. الناس اللي كتسول على الفرادي اللي صور بزاف الفرادي احنا الاخوان احنا راه جهدنا راه نديرو. الله يسر اخويا. اخوان اللهم بارك واحد جوج برقيين اخوان اللهم بارك غادي نبيعو اخوان غادي بمولها. الله يسر لك. شحال جوج اخويا شحال؟ ستين لواحد ياك؟ ستين لواحد الاخوان تبارك الله. الله يسهل عليك غير العيادة اللهم بارك. كاين شويه السومه الاخوان. الله يسر بارك الله الاخوان اللهم بارك دائما اللهم بارك الاخوان. واحد السلعه الاخوان السلعه هذه تبارك الله راه مليحه بدريه هذه الاخوان باقا بدريه ومليحه تبارك الله غلم بدريه واقفه. قاو معايا تنسولوا الثمن ديال الخير هذا تبارك الله. حتى كما كتشوفوا السلعه اللهم بارك والتقليبه راه كاينه. والحاج كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني شحال الخير الله يكبر بك؟ 100000 تبارك الله 100000 الاخوان خمسة خمسة اللهم بارك
مليحة السلعة. قال يقول لي السوق كي داير اسمعنا السوق كي داير بالنسبة للعياد؟ العياد داخل ومزاحم غير السوق فيه الثمن والله يحسن العوان الله يحسن العوان تو باغي يدي تو يمكن كيتشطر على راسه هذاك الشيء اللي تبارك الله كما سمعتوا الاخوان الشاري راه داخل بالنسبة للعياد والكرامة زاعم ما قالش شي كان تو كيتشطر على راسه قال لي بدي شي بهيمة تو زوان وكاين داك الشيء من حقه الله يحسن العوان الرئيس تعطيني النمر ديالك مرحبا نقول 06 67 شحال 34 42 35 الله يسهل عليك يلا تبارك الله الاخوان اللهم بارك السلعه تباعت الله يسهل على مولاها يلا تباعت يا اخوان الله حضرت لا الرش ما كثرش تبارك الله الله يبارك معايا تسولوا الثمن شحال الاخوان الله يبارك كي داير الرئيس لاباس عليك نهارك مبروك شحال تباع هذا الخير الله يكبر بك 118 تبارك الله 118 باش تباعت الله يبارك تبارك الله سلعة مليحة الاخوان باقا اسمع الحليبات خير هذا كامل ياك الحليب كل شيء اسمع 118 الاخوان باش تباع تبارك الله شحال من راس كاين هنا 8 الاخوان هذه باقا اسمع الحليب تبارك الله والسلعة راه مهلا يلا مبارك مهلا فيها مولاها 118 باش تباع تبارك الله سلعة مليحة بالحاج ويا السوق كي داير الله يكبر به داخل السلعة وكاين الثمن تبارك الله اخوان داخل السلعة قال لك وكاين الثمن تبارك الله حنا الاخوان راه كنجيو مع جوج الوحده 12 كنعرفوا كي داير السوق ولكن كنسولوا نحاولوا نسولوا الكسابه والحريفيه ديال السوق باش يعطيونا كمعلومات الاخوان تبارك والله يسر لكم اول حاجه الله يسر الله يجيبتي السر الاخوان اللهم بارك اليوم تبارك الله الاخوان داخل السلعه المليح كاين الكثره كاين اللهم بارك كي داير اول حاجه لاباس عليك نهاركم مبروك بعدا شحال الخير الله يكبر بك 107 اللي عطاوك باقي ما قنعتش ما بعتيش عطاو 107 وباقي ما قنعش الاخوان تبارك الله يبارك 107 اللي عطاو تحيه لكم الخوت تبارك الله شحال من راس هذا سبعه سته الاخوان تبارك الله منين هذا اخو امر حامل من هنا باقا شحال في الدار مودي يعطيني النمره ديالك يلا بلاتي نهضروا مع الناس اجري في الناس محمد نيسنا الحليب لعيب ما كاينش الله يسر فر اخويا هذا تني زيد وخالد هذا تني هو اتوتني المهم هاد الثلاثه فيهم كلهم ثنايا تبارك الله الله يبارك يلا عطيني النمر ديال شي واحد فيكم 06 55 56 92 95 الله ييسر لك